يمشي في اتجاه تحقيق التنميه المدمجه، التنميه الواسعه والتنميه المستدامه. احنا في هذه الفتره ديال الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحه الفساد ديال سعود دوجنبير، وكذلك الاسبوع المقبل كاين تنظيم الدوره العاشره لمؤتمر دول الاطراف الاتفاقيه الامميه لمكافحه الفساد، واللي هو من بعد 20 كيجي من بعد 20 سنه ديال هذا دخول حيز تنفيذ هذه الاتفاقيه. هذه الندوه الصحفيه كتجي باش تعطي نظره على دقيقه على ما قامت به الهيئة خلال 2022، ولكن كذلك اللي كتجمع الحصيلة ديال العمل لمدة تقريبا 5 سنوات منذ 2019، بحيث أن كاين على مستوى التشخيص قامت الهيئة بتعميق التحليل وتجميع المعطيات والتحليل ديالها على مدى ما يقرب 15 سنة، وكتعطي واحد النظره ابعد من ذلك على التطور ديال الفساد في بلادنا في مده ديال 25 سنه، يعني ربع قرن. فالحصيله كيمكن بعجاله نقول بان كتبقى غير مرضيه، وبان المغرب ما حسنش الوضع ديالو لا على مستوى التنقيط ولا على مستوى الترتيب العالمي، وبان هذه كتنقطع فيها مؤشرات متعدده على دوليه في التقارير وفي المؤشرات الدولية، ولكن كذلك في ما قامت به الهيئة من دراسات وأبحاث ميدانية اللي كانت واسعة واللي شملت أزيد من 6000 مواطن و 1200 مقاولة. فبالموازاة ديال هاد التشخيص ديال وضعيات الفساد والتطور ديالو، الهيئة انكبات باش تفسر هاد عدم تحسين الوضع، انكبات على تقييم السياسات العمومية في مجال مكافحة الفساد، لأن المغرب عرف مخططات حكومية استراتيجية اللي انطلقت منذ أواخر 2015، وأن هاد المجهودات هي مجهودات اللي ما يمكنش هي غير ما يمكنش نستهنوا بها وما يمكنش نقللوا من القيمه ديالها، لان كاين عندها واحد يعني الاثر المحتمل. إذا ما حققتش اثر فعلي فهي عندها اثر محتمل، والهيئه نكبات على باش نفسروا شنو هما العوامل اللي جعلت اننا ما نوصلوش لتحقيق هذه الاهداف. والتقرير كيجي باش يعطي نظره دقيقه على هذا التقييم. فنعطي امثله بعجاله، يعني عدم الالتقائيه والعمل القطاعي كيكون كيحول دون تحقيق الاهداف، لان ما كان الاولويات غير محددة بكيفية استراتيجية للعمل باش نمشيو أبعد ما يمكن في يعني تحقيق الأثر، وإنما نوقفوش عند المستوى التشريعي وإصدار النصوص، بل كيخصنا الإجراءات اللي غادي تعطي النتيجة، وأننا تكون إعادة التأطير بكيفية دينامية ومستمرة باش نحققوا الأهداف. والحكامة كيخصها تضمن هاد التوجه، الحكامة اللي كتكون مؤسساتية واللي كتضمن تكامل والمفصلية ما بين المسؤوليات والأدوار. إذا هذا التقرير كيعطي نظرة على هذه المجالات كلها، وكيفضي إلى التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة اللي هي أساس ديال استراتيجية من جيل جديد، سواء من ناحية ديال الحكامة والمضمون أو من الهيكلة أو الدينامية الشاملة. وشكرا. الأرقام هي أن مثلا في الأربع سنوات الأخيرة المغرب فقد 21 نقطة و5 ديال الدرجات على المستوى الدولي.